إعدادا للانطلاق. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، فتحت البوابات على بركة الله لسادس أشواط هذه الأمسية للجيادة التي لم تربح إنتاج السعودية عمر 4 سنوات على جائزة سعد بن عبد الرحمن بن جيفان، وقيمة الجائزة 70,000 ريال على مسافة 1800 متر. تسعى هذه الجيادة لتسجل الانتصار الأول في سجلها السباقي، بينما يتزعم اطلع في هذا الشوط أبو شيما يتمركز في المرتبة الأولى، ومخبور يأتي في المرتبة الثانية من الداخل، بينما كذلك أشاهد في هذه اللحظات بقية الأسماء القادمة كطربزون يأتي في المرتبة الرابعة، وأيضا مخبور من الداخل يأتي في المرتبة الثانية، ورد الصباح في المرتبة الثالثة والرابعة مقاسمة على بقية المراكز، بينما أبو شيما يتزعم الطليعة، متعب مريبض يتزعم الطليعة يدفع به إلى المركز الأول. بدأ التحرك من قبل ورد الصباح إلى المرتبة الثانية وطربزون في المرتبة الرابعة، وأيضا مخبور يأتي في المركز الثالث، وكذلك يرهب يأتي في المركز الخامس، بينما بقية الأسماء القادمة من الخلف، وأيضا نشاهد يا مسهل في المرتبة السابعة، وأيضا ورد الصباح من نسل فحل نظر نايف في المرتبة الثانية، يبدأ الانطلاق إلى المركز الأول، بينما أبو شيما يأتي في المركز الأول محافظا على الصدارة وعلى هذا التنافس الكبير. أبو البخ قادما بقيادة عبد الله العوفي إلى المركز الأول، أبو البخت ليسجل أولى الانتصارات في سجله السباقي، وكذلك يأتي مخبور في المرتبة الثانية، أبو البخت على خط النهاية من نسل فحل راهوان والأم قايد الغزلان، ما شاء الله.